السلام عليكم، تحياتي لجميع الطلبة المقبلين على الامتحان ديال التعليم وبالتوفيق للجميع. اليوم غنكملوا النقاش ديالنا حول الامتحان ديال علوم التربية. في الفيديو اللي فات كنا درنا التوصيف ديال 70% اللي هي مجال علوم التربية، وهذا الفيديو هذا غنكملوا فيه النقاش ديالنا حول مجال آخر اللي هو المجال الثاني اللي هو المفاهيم والمرتكزات الأساسية ديال الديداكتيك. كما قلت في الفيديو اللي فات بأن من النقط الأساسية اللي غنركزوا عليها هي أنه الامتحانات هذه السنة غتكون كي سي إم، فبالتالي غتكون أسئلة فيها لي بييج وفيها كذلك دقة الملاحظة. فالتوصيف ديال الديداكتيك وعلاقته كذلك بمفاهيم أخرى بحال المنهاج، بحال علوم التربية، بحال البيداغوجيا، غنحاولوا نديروا واحد التدقيق لهذه المفاهيم ونشوفوا العلاقات الموجودة بيناتها وشنو هو طبيعة الأسئلة اللي ممكن تحطنا في الامتحان. إذا في هذا المجال الثاني اللي هو المفاهيم والمرتكزات الأساسية ديال الديداكتيك، عندنا مجالين أساسيين، المجال الأول هو الديداكتيك والمجال الثاني هو المنهاج والمرتكزات ديالو. نبداو بالديداكتيك. أول حاجة، واش يمكننا نفصلوا بين الديداكتيك وعلوم التربية والبيداغوجيا؟ طبعا اول شيء يجب الاتفاق عليه هو ان هذه المفاهيم متداخله فيما بينها. علاش؟ لان البيداغوجي عندما يحاول ان يضع مشاريع بيداغوجيه لمنطقه التدريس واليه التدريس فانه يتقاطع مع علم النفس التربوي اللي ترتبط كذلك بعلوم التربيه. يعني من هذا المنطلق يصعب علينا ان نفصل بين هاته المفاهيم. اذا يبدو بشكل واضح ان كاين تقاطعات وكاين تداخلات بين هاد المجالات بثلاثه اللي هي علوم التربيه والديداكتيك والبيداغوجيات اللي غنطلقوا منها في التدريس في عمليه التعليم. طبعا التعريف ديال الديداكتيك يختلف من دارس لاخر ومن توجه لاخر، ولكن بشكل عام الديداكتيك ولا علم التدريس يهتم بالطرق والاساليب التي ننقل بها المعرفه من مستواها المعرفي العلمي الى مستواها التعليمي التعلمي. على سبيل المثال، الرياضيات كعلم مثلا يعتمد على مجموعة من القواعد وعلى مجموعة من المبرهنات، فهذا على المستوى المعرفي أو المستوى الإبستيمولوجي. ولكن عندما نحاول أن ندرس الرياضيات لتلميذ في المستوى ديال السادس ابتدائي أو تلميذ في الأولى إعدادي ولا تلميذ في الثانوي، نحتاج إلى مجموعة من التقنيات ومن الطرائق ومن البيداغوجيات والأساليب التدريس من أجل أن تصل هذه المعلومة إلى المتعلم. إذن هذا النقل المعرفة من المجال ديالها العالم، أي من المجال ديالها التخصصي الجامعي، إلى المجال ديالها التعليمي التعلمي، تدخل فيه مجال الديداكتيك. في هذا السياق عندنا واحد المفهوم هو النقل الديداكتيك، اللي هي من المفاهيم العامة ديال الديداكتيك. النقل الديداكتيكي هو نقل المعرفة مما فضائها العلمي الخالص إلى فضاء الممارسة التربوية لتتناسب مع خصوصيات المتعلمين النفسية وحاجياتهم عن طريق وضعيات تعليمية تعلمية مختلفة. إذن العمل ديال الديداكتيك في هذا المستوى هو كيفاش نلقاو إجراءات عملية تعليمية تعلمية لكي ننقل المعرفة من مستواها المجرد والنظري إلى مستواها التدريسي. إذن هنا تولي الدور ديال النقل الديداكتيكي هو هذيك المعرفة تتحول من معرفة عالمة اللي عندها واحد البعد أكاديمي جامعي ولا بعد تخصصي الى مجال تعليمي تعلمي، وهذا الامر هذا ينطبق على اللغات، ينطبق على جميع المواد. اذا كل ماده، وهذا هو اللي كيخلي عندنا ما يسمى الديداكتيك العام والديداكتيك الخاص، لان كل ماده الهدف ديالها هو النقل المعرفه من المجال ديالها التخصصي الى مجال ديالها التعليمي. طبعا الديداكتيك ينجز من طرف متخصصين في المناهج وفي البرامج، لكن في اخر المطاف الذي يقوم بتنزيل هذه البرامج هو المدرس، وهذا هو الدور ديال النقل الديداكتيكي، لتكون الدور ديال المدرس فيه هو الفاعل الأساسي في تحويل تلك المعارف التي نتكلم عنها على أنها تعليمية إلى ممارسة عملية في علاقته مع المتعلم. وهنا يمكن الاطلاع على كثير من الكتابات اللي هضرت على الديداكتيك. طبعا عندنا مفهوم آخر اللي هو كاين عندنا في التوصيف اللي هو التعاقد الديداكتيك. طبعا العملية التعليمية التعلمية ليست شيئا مجردا، بل هي تتم داخل الفصل الدراسي بين المدرس والتلاميذ، التي تتعلق باكتساب المعرفة، والفكرة ديالها جات من خلال الفكرة ديال الحوار البيداغوجي أو الحوار التربوي. ومن المميزات ديال التعاقد الديداكتيكي هو أنه خص يكون في بداية السنة يكون بين المدرس وبين المتعلمين بطريقة ضمنية، أنه المدرس يلتزم بوضع برنامج للعمل ويخبر التلاميذ بهذا البرنامج، وفي بعض الأحيان يطلب منهم المشاركة في وضع هذا البرنامج أو في وضع هذا التعاقد. وخصنا كاملين نعرفوا بأن أهمية التعاقد البيداغوجي تتجلى في مجموعة من المعطيات، أهمها فتح مجال الحوار للمتعلمين وإبداء الرأي ديالهم، وضوح العلاقة بين الأستاذ والمتعلمين داخل الحصة الدراسية، وكذلك نقل المتعلم من موقع المتلقي السلبي
الى مشارك ايجابي في بناء الدرس وبناء حتى الطريقه ولا المنظور ديال الدرس داخل الفصل الدراسي. طبعا الاطراف المعنيه بالتعاقد البيداغوجي بالدرجه الاساسيه هي المدرس باعتباره هو المدرس للماده، وكذلك المتعلمين داخل الفصل الدراسي. كاين مجموعه متدخلين اخرين مثل الاداره، المفتش التربوي، اولياء الامور، ولكن المتدخلين الاساسيين هم مدرس والمتعلم. وفي الاخير عمليه ديال التقويم، يعني تقويم مدى نجاح التعاقد البيداغوجي. اذا غتلاحظوا معايا بان فكره التعاقد البيداغوجي اصلا جات بالمقاربه الكفايات. لماذا؟ لانه في المقاربه الكفايات اللي هي المقاربه البيداغوجيه ان المتعلم يساهم في بناء الدرس، فمن هنا ضروره مشاركه المتعلمين تصوراتهم ومنظورهم للدرس وكيفيه بنائه. ثم لدينا من جهه اخرى ما يسمى المثلث الديداكتيكي، يعني بان عمليه التعلم تتم داخل فضاء، وهذا الفضاء فيه تفاعل بين ثلاثه المكونات الاساسيه اللي هو التلميذ، تشوفوا معايا في الراس الهرم للمتعلم، ثم عندنا المدرس وعندنا المعرفه. هذه الاقطاب هذه تتفاعل في علاقات فيما بينها. اول علاقه عندنا داخل هذا القطب هذا هي العلاقه المتمثله بين التلميذ والمعرفه، وهنا عندنا واحد البعد سيكولوجي اساسي تتجلى في العلاقه بين التلميذ وبين المعرفه. نعرف بان المتعلم لكي يكتسب المعرفه يحتاج الى مجموعه من المهارات ومجموعه من القدرات، وهذا ما يختص بمجال السيكولوجي، اي كيف يتعلم التلاميذ. حنا تلقاو بان عندنا مجموعه ديال المقاربات السيكولوجيه اللي كنا شفناها، وهنا تيتشكل المحور الاول ديال المثلث الديداكتيكي اللي هو العلاقه بين التلميذ والمعرفه. اذا شنو هي الاليات والاستراتيجيات اللي تخلي المتعلم يكتسب هذه المعرفه هذه، ثم كيفاش يكتسبها بشكل جيد ويكتسبها بشكل عقلاني وبشكل منطقي واللي تكون بشكل مستوعب كذلك. بهذا المعنى تنفهموا بان علوم التربيه عندها علاقه بالديداكتيك، خصوصا في هذا المحور ديال التلميذ والمعرفه في القطب ديال المثلث الديداكتيك. النقطه الثانيه اللي عندنا واللي هي المدرس والمعرفه، وهنا في هذه النقطه هذه يسمى البعد الابستيمولوجي. كيف المدرس يتلقى معرفه جامعيه ولا متخصصه في مجال من المجالات، فلسفة، رياضيات، أداب، لغات، ولكن عندما يسعى إلى تدريسها فخصو يكتسب مجموعة من المهارات، مجموعة من الوسائل باش ينقل هذه المعرفة، باش ينقلها من المستوى النظري إلى مستوى ديداكتيكي تعلمي، ينتقل من داك لو سافوار دو سافون إلى سافوار فير، لمعرفة مهارية أو معرفة عملية. ثم عندنا المستوى الثالث داخل المثلث الديداكتيكي كما تشوفوا معايا اللي هو العلاقة بين المدرس وبين التلميذ. هذه المعرفه اللي غيكتسبها الاستاذ هي مهارات ومجموعه ديال الوسائل باش يوصلها للمتعلم، خصو واحد الاساليب بيداغوجيه اللي سميناها في الفيديو اللي فات اساليب التنشيط التربوي. يعني هذه الاساليب هذه يعتمد عليها كل مدرس باش يوصل هذه المعرفه للمتعلمين. اذا داخل هذا المثلث البيداغوجي يبدو واضحا ان هناك تفاعل وتداخل بين هاته النقط الثلاثه، هي المتعلم اللي هو مركز العمليه التعليميه التعلميه، ثم المعرفه، ثم المدرس. يعني هذه العملية التفاعلية الثلاثية بكل ما تحمله من تقاطعات وتجاذبات تسمى المثلث الديداكتيك. وكاين نقطة أخرى اللي هي علاقة الديداكتيك بعلوم التربية. إذا من خلال هذا التوصيف هذا غيبان لكم بشكل واضح أنه ميمكنناش نتكلموا على علم التدريس والتقنيات ديالو والأساليب ديالو قبل ما نتكلموا على علوم التربية بأشكالها المتخلية، بأشكالها المختلفة التي تسعى إلى تحقيق عملية تعليمية تعلمية. إذا هنا تيبان كاين واحد التلازم بين علوم التربية والبيداغوجية والديداكتيك، يعني هذو كلهم عناصر متداخلة فيما بعضهم البعض، نظرا لأنهم كلهم يسعون إلى نجاح في وصول إلى غاية واحدة، وهي أن يدرك المتعلمون مجموعة من المعطيات المعرفية، وأن يكون لهم وراء العملية التعليمية التعلمية تطور ونمو على المستوى النفسي، على المستوى المعرفي، على المستوى العقلي، وعلى مستوى المهارات الحياتية والاجتماعية. ومن جهة أخرى عندنا العلاقة بين البيداغوجية والديداكتيك. نعرف بأن البيداغوجية تهتم بطرق التدريس وتقنيات، في حين أن الديداكتيك يركز على المادة المعرفية وكيف ننقلها إلى المتعلم. إذا هنا كاين تداخل بيناتهم، وأن عنصر يساعد المتعلم على المستوى النفسي وعلى المستوى البيداغوجي، وعنصر آخر اللي هو الديداكتيك يعمل على النقل المعرفة من المستوى النظري إلى المستوى التطبيقي. إذا هنا تيبان بأنه كاين تقاطع بين ما هو بيداغوجي وما هو ديداكتيكي، يعني ميمكنناش نفصلو بيناتهم على مستوى الممارسة الميدانية، لأن المدرس حينما يمارس عملية التعليم والتعلم فهو يطبق آليات مختلفة
لا على مستوى علوم التربية ولا على مستوى الديداكتيك ولا على مستوى البيداغوجي. ثم لدينا نقطة أخرى وهي مجالات البحث الديداكتيك. نعرف بأن البحث الديداكتيكي ينقسم إلى مجالين كبيرين: ديداكتيك عام ويهتم بتدريس المواد بشكل عام وآلية التدريس وطرق التدريس ومناهج التدريس، ويدرس المواصفات العامة للتكوين وديال المناهج التي يجب أن نتبعها من أجل بناء برنامج تعليمي. هذا يسمى الديداكتيك العام. الديداكتيك الخاص وهو ديداكتيك خاص بكل مادة. نعرف بأنه كل مادة عندها خصوصية ديالها تختلف عن مادة أخرى. يعني الذي يدرس مادة الرياضيات ليس هو من يدرس مادة اللغات، ليس من يدرس مادة مثلا الجغرافية. كل مادة لديها خصوصيتها الديداكتيكية لا على مستوى المنهج ولا على مستوى الممارسة. إذا هنا هو الديداكتيك المتخصص يبحث في آليات تطوير وتنمية وتحسين جودة عملية التعليم والتعلم داخل كل مادة على حدة. إذا نتمنى أن يكون وضحت لكم الفكرة ديال الديداكتيك وعلاقتها بعلوم التربية وبالبيداغوجيا. نبغى نمشيو للمجال الفرعي الثاني اللي هو قضايا المنهاج. العنصر الأول اللي هو مفهوم المنهاج الدراسي ومكوناته. غادي نشوفوا شنو هو المنهاج الدراسي أولا، لأنه أول حاجة خصنا نعرفوها بأنه التعليم ما كاينش تعليم ما تيكونش عنده واحد التصور وواحد الرؤية. طبعا هذا الرؤية ولا التصور وتنسميه المنهاج كيتكون من مجموعة من الخطط ومن الطرائق ومن الوسائل ومن التقنيات من أجل الوصول إلى رؤية محددة. لهذا فالمنهاج هو مركب وواسع ومتداخل من مجموعة من العناصر مثل الغايات والمرامي التي يسعى إليها النظام التعليمي، النظريات والاتجاهات التي يعتمد عليها، كتاب المدرسي وما يتضمنه من أنشطة من أساليب، مقاربة التربوية والطرائق التعليمية والاستراتيجيات التعليمية، الوسائل الديداكتيكية الرقمية والغير رقمية، وما نساوش التقويم الذي تعتبر من أهم المرجعيات ديال أي منهج. إذن هنا تبين بأن المنهاج كتصور عام يحتاج مجموعة ديال الأسس، أسس فلسفية تشمل الإيديولوجيات والأفكار والتوجهات الكبرى ديال أي منهاج، الأسس الاجتماعية اللي عندها علاقة بالبعد الثقافي والبعد الاجتماعي والبعد السوسيولوجي والتكنولوجي، وعندنا الأسس النفسية إذا طبيعة المتعلمين وخصوصياتهم السيكولوجية والنفسية والاجتماعية، الأسس المعرفية فيما يتعلق بالمادة الدراسية من حيث طبيعتها ومقارباتها والتوجهات البيداغوجية والديداكتيكية الخاصة من أجل تعلمها. ولشنا المنهج ديال المغرب شنو هي الأسس التي يقوم عليها، غنلقاو بأنه يقوم على مجموعة ديال المنطلقات اللي هي الميثاق الوطني للتربية والتكوين إضافة إلى الكتاب الأبيض والاختيارات الاستراتيجية للمرجعية ديال التربية والتعليم. ومن المداخل الأساسية للمنهج المغربي كاين التربية على القيم، مدخل الكفايات، ومدخل التربية على الاختيار واتخاذ القرار. نبدأ بالتربية على القيم. طبعا في المغرب من خلال الميثاق ومن خلال الكتاب الأبيض تلقوا بأن التربية على القيم تترتبط بمبادئ والضوابط التي توجه سلوك الفرد وتنظمه، وتشمل القيم التي تم إعلان على مرتكزاتها في المنهج المغربي اللي هي قيم العقيدة الإسلامية، قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية، قيم المواطنة، وقيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية. يعني هذه المنطلقات الكبرى ديال القيم هي الأساس ديال المنهج. ثم عندنا المدخل الآخر هو مدخل التربية على الاختيار، يعني أنه السعي ديال المنهج الدراسي الأول أن يكون لدينا متعلم مستقل معرفيا، مستقل كشخصية وقادر على أن يتصرف بحرية وبواجب تجاه ذاته وتجاه المجتمع، وبروز روح المسؤولية والقدرة على تدبير مشاريع شخصية أو جماعية ذات صلة بالحياة المدرسية والاجتماعية. تلقوا كذلك بأن في المغرب عندنا المنهاج يقوم على مدخل بالكفايات انطلاقا من الميثاق الوطني سنة 2000 ذات المقاربة بالكفايات كمرجعية أساسية للتدريس في المغرب. المرجعية بالكفايات تستند إلى منظومة متكاملة من المعارف والمهارات والسلوكيات المندمجة التي تتيح للمتعلم أن يدرك ويتعلم داخل وضعيات مشكلة يجب على المتعلم أن ينجزها من أجل الوصول إلى نتيجة محددة. ثم عندنا النقطة الأخيرة اللي كاينة في التوصيف اللي هي مكونات المنهج. نعرف بأن أي منهج دراسي يحتاج إلى مجموعة من المرجعيات ومجموعة من الأسس. أول حاجة وهي الأهداف والمحتوى وطرائق التدريس والتقويم. الأولى تبدأ بلماذا ندرس، يعني أهداف ديال التدريس، ثم ماذا ندرس، يعني المحتوى اللي غيدرسوا المتعلمين داخل هذا، ثم كيف ندرس، ونا غنتكلموا على الطرائق والأنشطة والآليات المستخدمة في أي برنامج تعليمي، ثم كيف نتحكم في النتائج. إذا نتكلموا على المستوى ديال التقويم، يعني كيفاش نقوموا
التعلمات ديال التلاميذ. ثم عندنا نقطه اخيره وهي المستجدات التربويه في مجال التعليم. يعني هنا الطلبه يقلبوا شويه على بعض الوثائق اللي كاينه في موقع الوزاره، الشراكات اللي دارت الوزاره، شنو هي اهم المستجدات اللي كاينه في النظام ديال التربيه والتعليم، ويحاولوا يركزوا في هذا المجال هذا على الجانب الرقمنه واهميتها في التعليم، لان تبان لي انه ممكن تحط مجموعه من الاسئله حول اهميه الوسائل التكنولوجيه والرقميه وكيفاش نوظفوها في آليات ديال التعليم والتعلم عن التلاميذ. اذا الى هنا غنكونوا استوفينا التوصيف ديال الامتحان ديال العلوم التربيه، سواء من الجانب الاول اللي هو علوم التربيه او من الجانب الثاني اللي هو الديداكتيك والمنهج. بالنسبه للوقت ما بقاش بزاف، فالطلبه يحاولوا يركزوا على هذه المعطيات اللي قلت، وكل معلومه يحاولوا يقلبوا عليها من خلال مجموعه من المصادر الموجزه باش يقدروا يدركوا شنو هما النقاط الكبرى اللي كاينه كتقاطعات بين علوم التربيه وبين الديداكتيك، لان ممكن تكون كثير من الاسئله تتكلم على العلاقه الموجوده بين الديداكتيك وبين علوم التربيه. اذا غنخليكم في صندوق الوصف مجموعه من المقالات، مجموعه من الفيديوهات اللي تتحول نفس الموضوع اللي هو استعداد المباراه التعليم. اذا عندكم شي اسئله ولا شي ملاحظات خليوها لنا في التعليقات. منو انكم ديروا واحد لايك لهذا الفيديو اللي عجبكم، تبارطاجيو هذه المعلومات مع الاصدقاء باش تعمل فائده الجميع، وبالتوفيق والنجاح لجميع الطلبه، وتبارك الله عليكم.